توم شاحنة الجر. مرحبا هارفي، ماذا تفعل اليوم؟ أنت تجمع المحاصيل لبيعها في السوق؟ إنه يوم جميل ومشمس ومناسب للعمل في الحقل. لا، هذا شيء مؤسف. يفضل أن نتصل بتوم شاحنة الجر. توم، هي توم، هارفي آلة الحصاد يحتاج مساعدتك. ها هي بيكل الشاحنة الصغيرة. نعتذر لك بيكل، لا يوجد وقت للحديث. هارفي في مشكلة، توم في طريقه للحقل لمساعدته. ابتهج هارفي، ها هو توم قد حضر، سيقوم بجرك للمرآب. لا، لا يمكنك إدخال هارفي إلى المرآب بسبب حجمه، لذلك ستصلحه هنا. فكرة جيدة، لنسأل بيكل إن كان بإمكانها الذهاب إلى المرآب وإحضار الأدوات التي تحتاجها لإصلاح هارفي. بيكل، هي بيكل، توم شاحنة الجر يحتاج مساعدتك، هل بإمكانك الذهاب إلى المرآب وإحضار بعض الأدوات له لإصلاح هارفي؟ لقد وصلنا المرآب. ما الأدوات التي نحتاجها؟ مفتاح ربط؟ بالتأكيد، فكرة جيدة. مطرقة؟ لا، لن نحتاجها، أنت محقة. كماشة؟ نعم، نحتاج هذه الأداة. فرشاة مدخنة؟ هل أنت متأكدة أننا نحتاجها؟ صحيح، لنأخذها من باب الاحتياط. كابس؟ بالتأكيد، إنه مهم جداً. الآن، هل لدينا كل ما نحتاجه بيكل؟ ممتاز، لنعود الآن إلى هارفي في الحقل. انظروا أصدقائي، لقد عادت بيكل ومعها الأدوات. هيا للعمل. ما المشكلة توم؟ هل يجب أن تفحص هارفي من الداخل؟ لا، يوجد حجر يعطل الآلة عن العمل. كيف سنخرج هذا الحجر توم؟ هل نستعمل الكابس؟ فكرة جيدة، أعتقد أنها ستنجح. ادفع الآن. هل من نتيجة؟ أحسنت صنعاً توم، قمت بعمل رائع. هل هناك شيء آخر ستساعد به هارفي؟ ممتاز، ما هو؟ لا، يبدو وكأن قطاعة هارفي تعطلت أيضاً في الحقل. لا تقلق هارفي، توم سيساعدك. أي أداة ستستعمل الآن توم؟ مفتاح الربط؟ لا؟ حسناً، لنجرب شيئاً آخر. ماذا لدينا هنا أيضاً؟ كماشة؟ تبدو مناسبة، لنجربها. ممتاز، أحسنت صنعاً توم. إنه سعال صعب هارفي، هل بإمكانك فعل شيء لمساعدته توم؟ فكرة جيدة توم، لنقم بتنظيف أنبوب عوادم هارفي. لا أتعجب من كل هذا السعال، انظر إلى كل هذه البذور.
هذا أفضل بكثير. كيف تشعر الآن هارفي؟ هذا رائع. هل هارفي جاهز للعودة إلى العمل الآن؟ ممتاز. وداعا توم، وداعا هارفي، نراكما قريبا. توم شاحنة الجر. مرحبا جاري سيارة السباق، هل أنت مستعد للسباق الكبير؟ واو، أنت سريع جدا. أنا متأكدة أنك ستفوز بهذا السباق جاري. هيا تغلب عليهم جاري. أوه لا، ماذا حدث جاري؟ هل أنت بخير؟ ما زال هناك بضعة ساعات للسباق الكبير، لا تقلق، سنستطيع إصلاحك، فقط انتظر هنا، سأستدعي شاحنة الجر توم، إنه يستطيع إصلاحك. مرحبا توم، إنه يوم طويل حقا، أليس كذلك؟ هاي توم، هل تسمعني؟ سيارة سباق جاري لديه مشكلة، وسباقه الكبير خلال بضعة ساعات، ويحتاج مساعدتك. ممتاز توم، أنت بطل. هيا لنذهب لجاري. إنه هناك توم. جاري هناك بانتظارنا. أوه انتبه توم. مرحبا جاري، توم هنا لمساعدتك. هيا لنذهب إلى المرآة جميعا. هل أنت جاهز جيري؟ هل أنت جاهز توم؟ حسناً، ماذا ستفعل أولاً توم؟ حسناً، لا أستغرب أن تتلف إطاراتك في السرعة العالية التي تحتاجها. هل هذه الإطارات مناسبة؟ لا؟ نعم، إنها إطارات صغيرة لجاري. هذه الإطارات مناسبة. الآن سنقوم بتغيير الإطارات القديمة ووضع الإطارات الجديدة. وانتهينا. تبدو رائعاً جاري. هل هناك شيء آخر توم؟ أوه نعم، المقعد يبدو قديماً فعلاً. هنا توم، هل هذا مناسب؟ سنضع الآن المقعد الجديد. هذا مثير جيري، أليس كذلك؟ جيري يبدو سعيداً جداً. الجناح الخلفي يبدو تالفاً. ماذا سنفعل له توم؟ نعم، هيا لنغيره. ما اللون الذي تعتقد أنه سيكون مناسباً لجاري؟ الأحمر ذو الشرائط السوداء؟ اختيار موفق توم. واو توم، جاري يبدو رائعاً الآن. ماذا هناك توم؟
لاصق للسباق، مدهش! من المؤكد أن جيري سيحتاجه للسباق. نتمنى لك كل التوفيق في سباقك جيري. هيا انطلق للمرح. وداعاً. إلى اللقاء توم، نراك لاحقاً.